أيوب عمارة نقلت المواقع الاجتماعية البارح وحتى اليوم خبر ما كده أنه تم اعتقال وإيقاف منظمة حزب عمال في المغرب. كانت تعطينا أكثر حيثيات حول عملية الإيقاف. بون الرفيق كان تنقل المغرب الشقيق منذ 5 أيام بمناسبة انعقاد مؤتمر نهج ديمقراطي ثوري. كان شارك في آخر تحرك دعت له التنسيقية حركة 20 فبراير بالأساس هي التنسيقية حول ملفات الشغل ولا يعني تقريبا نفس الشعارات اللي قامت عليها الثورة التونسية. بعد ما شارك في الوقت في التحركات يوم الجمعة يعني نهارت لحد نهارت يوم السبت يعني مشو سألوا عليه في مقر الإقامة نتاعه ويوم لحد 8 بالزي المدني 8 أعوان يعني من الأمن المغربي قاموا بإيقافه والاعتداء عليه بالضرب. هذا اللي أكدوا هنا أصدقائنا ورفاقنا من شبيبة النهج الديمقراطي. أكدت ليلة البارحة كانت السلطات المغربية يعني ديوان وزارة العدل وحقوق الإنسان بالمغرب كان أصدر على موقعه الرسمي اللي لم تم إطلاق سراح الرفيق أيمن البحيري مناظر في اتحاد الشباب وكما أكد أيضا ولاية الأمن في المغرب وما يعادل عنا نحن يعني جهاز البوليس السياسي اللي يعني لم يتم إيقافه يعني أصلا يعني نحن الرفيق تم إيقافه وتم اختطافه يعني هذا اللي أكده هنا رفاقنا وأصدقائنا من شبيبة النهج الديمقراطي. نحن يعني ليلة البارحة بقينا على اتصال يعني بقت الآراء والمواقف متضاربة، الرفيق موقف، الرفيق ماهوش موقف، الرفيق تم إطلاق سراحه إلى حين اليوم يعني اتصلت القيادة الوطنية لحزب العمال اتصلت بعضو الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي الرفيق محمد بلعثيق وكان أكد لنا أنه لم يتم إطلاق سراح الرفيق على يعني على ضوءه هو أصدرنا بيان هذا الصباح أصدرنا بيان يعني كنا ذكرنا فيه مجموعة من النقاط أبرزها اللي يعني مجمل نقاط هذه تلخص حول أنه تضارب المواقف في علاقة بقضية اعتقال واختطاف الرفيق أيمن البحيري ما زالت يعني ظروف غامضة اللي تم إيقافه فيها. أول حاجة نحملوا السلطات المغربية والسلطات التونسية أيضا يعني سلامة نحملوهم سلامة صحة الرفيق. الحقيقة أن أيضا نستنكر وبشدة طريقة التعامل اللي تعاملوا بها مع رفيقنا يعني اختطاف والاعتداء بالعنف الشديد و و و كيف كيف نحملوا بطبيعة الحال يعني وهذا مما لا شك فيه نحملوا الحكومة التونسية يعني وحكومة الترويكا مسؤولية اللي صار وسلامة الرفيق. ونحن بالنسبة لنا نحبوه يرجع للتراب التونسي ونحن هنا اليوم في وقفة احتجاجية مانيش على خاطر راه مناظر في اتحاد الشباب الشيوعي التونسي ولا مناظر في حزب العمال يعني هو في الأخير مواطن تونسي خاطر نستهجنوا طريقة التعامل نتاع السلطات المغربية وهذا كان وهذا يعني موقفنا نحن اللي السلطات المغربية يعني منذ أيام ثم قرار يعني بالسماح لدخول المواطنين المغاربة دون تأشيرة إلى التراب التونسي. نحن الرفيق إلى حد هذه اللحظة لم يطلق سراحه يعني ومعنا عليه حتى معلومة مؤكدة وما زلنا متحيرين وما زلنا متخوفين على مصيره المجهول. اليوم جينا عملنا وقفة احتجاجية وفي مدة 24 ساعة إذا كان الرفيق يعني ما كانش يعني في التراب التونسي في 24 ساعة القادمة يعني غدا سينظم حزب العمال وسينظم اتحاد الشباب وقفة احتجاجية كبيرة باش تكون أمام مقر السفارة المغربية على الساعة 10 صباحا. نأكد اللي في غضون 24 ساعة الحقيقة نحن حالة الرفاق معنويا يعني باقية ثم بيرتورباسيون مورال ومونتال للرفاق خاصة أننا نعرف طريقة التعامل الأمني يعني الوحشية اللي يتعامل بها الأمن المغربي في المغرب مع الحركات الشبابية غادي شبيبة النهج وشبيبة الطليعة وحركة 20 فبراير أساسا يعني اعتقالات بالجملة ضربات جوع كما تعرف الناس يعني ونحن الحقيقة رانا نساند وزاد يعني فرصة باش الواحد يعبر على اتحاد الشباب يعبر على مساندته المبدئية ولا مشروطة للحركات الشبابية في المغرب وغير المغرب يعني في العالم الكل.